كانت مسمى اول هزيمه للنادي الاهلي من فتره في البطوله الافريقيه. اتصعبت الامور من البدايه ولا الاهلي قادر يرجع بسرعه لتصدر ان شاء الله باذن الله المجموعه؟ لا، هارد لك طبعا للنادي الاهلي، يمكن اول هزيمه كمان لمستر موسيماني غير بايرن ميونخ، يعني سيبك من بايرن ميونخ، لا طبعا دي بره قوه، يعني قوه واضحه يعني في العالم. فهارد لك، والوقت طويل، والنادي الاهلي انا حتى من غير ما اشوف فرقه فيتا كلاب انا متاكد ان النادي الاهلي هو افضل فرق المجموعه. والنهارده رغم ان فرقه سيمبا عملت ماتش كويس، لكن برضو النادي الاهلي اقوى منهم. والنادي الاهلي في، يعني اقول ايه، نص حالته النهارده مش حالته الطبيعيه، كان قادر انه ممكن يجيب اهداف بسهوله سواء الشوط الاولاني او الشوط الثاني في فرص مؤكده. فدي ما تقلقكش في المجموعه خالص. انا يعني الايام ان شاء الله جايه، وانا بقول لك النادي الاهلي هيبقى اول المجموعه ديت، وواحد من سيمبا وفيتا كلاب هيبقى الثاني، وغالبا سيمبا يعني غالبا، لانه كسب فيتا كلاب خارج ملعبه يعني في الغالب يعني. فدي مش مقلقه بالنسبه لي، يعني ان النادي الاهلي يتصدر ان شاء الله المجموعه مع الخمس مباريات او الاربع مباريات المتبقيين. يعني بالنسبه للتشكيل في بدايته ما فيهوش مشكله، احنا قلنا انه كتير جدا بتلعب بثلاثه ارتكاز وسط الملعب، ولكن احنا قلنا بتتكلم على الطريقه ما فيهاش مشكله. أي. عادي كتير جدا لعبنا 4-3-2-1 او 4-3-3 يعني في مباريات كتيرة، الاتحاد السكندري وكسبنا هنا 4، في مباريات في بطولة كأس العالم لعبنا واحدة من مباريات كده، في سوني ديب لعبنا كده. يعني أقصد إن الطريقة نفسها كطريقة ما فيش مشكلة إنك تبدأ كده، ولكن إحنا قلنا إيه، تنفيذ المهام اللي جوه الطريقة. إحنا قلنا إنه التلاتة الارتكاز عشان يأمنوا أكتر وحيد وهاني، ولكن المشكلة الشوط الأولاني كان في ثغرة واضحة في بالذات النواحي اللي هي الهجومية لفرقة سيمبا، من الباك رايت اللي هو شوماري، اللي هو شوماري كابومبي اللي هو نمرة 12 عمل ماتش كويس جدا ومن نجوم اللقاء، هو وشامة اللي هو 17 كانوا عاملين جبهة ناحية دي كويسة. فالمسانده من وسط الملعب ناحيه وحيد ما كانتش قويه برضو. في التكمله الهجوميه مع الثلاثي الامامي احنا قلنا بنلعب بثلاثه ارتكاز عشان بتتكلم في الاول على المسانده الدفاعيه. الاول بتكلم مع المسانده، كانت واضحه انه اكتر من كره خطر جدا من الطرفين، بس كانت ناحيه وحيد اكتر كمان من الباك رايت نمره 12، وبقول لك هو من نجوم اللقاء، ورقم 17 اللي هو اسمه تشاما ده برضو كانوا عاملين جبهه جامده. التغطيه كانت متاخره من ناحيته، كان اكرم توفيق او احيانا لانه حمدي فتحي كان بيلعب قدام ياسر ابراهيم وبدر بنون، وكان يمين ديانج وشمال اكرم توفيق، ومن ياسر برضو ابراهيم كان بيضم لجوه مش قافل شويه. مزبوط. كان في جاب كبير بينه وبين محمود وحيد. فانا اقصد انه الطريقه نفسها كطريقه لعب ما فيهاش مشكله، ولكن تنفيذ المهام كان فيه قصور شويه. الجزئيه اللي كابتن شريف وعلاء اتكلموا فيها اللي هي ما كانش فيه ضغط كويس في وسط الملعب على اللعيبه بتاعت سيمبا، ولذلك كانوا بيتنقلوا الكوره بين الخطوط سهل، يعني استلام وتسلم سهل. يعني احنا قلنا ان فرق تنزانيا زي فرق اثيوبيا، حتى لو هم ضعاف كتيم في الشكل الدفاعي وكده، ولكن هم بيحبوا يلعبوا كره على الارض، يعني مش من الناس اللي بيقعدوا يلعبوا كور طويله على طول للامام. وقلنا انه مكسبهم الاولاني مديهم ثقه خارج ملعبهم، فمش مضغوطين، فتحس بينقلوا الكوره باريحيه في وسط الملعب وقدام خط الديفنس بتاعنا. حتى في كوره تلاقي الديفنس متاخر شويه جوه ال 18، وما فيش الحته اللي علاء كان بيتكلم فيها اللي هي الضغط الشديد على لعيبه وسط الملعب. فدي كانت عامله مشكله شويه، مش عشان الطريقه، احنا بنقول عشان المهام. كويس. الشوط الثاني الامور اتحسنت شويه، ولكن
انت حاجتين فرقوا معاك كتير قوي. طب هي الشوط الاولاني قبل ما نخش على الشوط الثاني احنا ما لعبناش بضغط عالي من قدام، مش مهم. مظبوط مظبوط. انت بتقول ان ما كانش في ضغط في نص ملعبنا، ايه اسباب يعني أسباب؟ ايه الاسباب؟ ايوه ايه الاسباب يعني؟ هل اجهاد والله؟ هل الرطوبه زي ما قال الكابتن عادل قبل المباراه؟ انا مش عايز احمل كل حاجه للرطوبه وللجو وبتاع، لانك انت في فترات طويله في المباراه ابتديت لما ضغطت كويس وابتديت تسيطر على الكوره، وما اعرفش ممكن يكون الاجهاد بتاع كتر الماتشات اللي حصلت في الفتره الاخيره. بطوله كبيره انت لعبها في 8 ايام 3 ماتشات، في بعديها ماتش المريخ، بعديها باربع ايام، بعديها على طول الماتش ده، ممكن تكون ده عامل. اذا قلنا عامل الجو ساعد شويه، لكن مش هو ده السبب الرئيسي من وجهه نظر. مش ده السبب وده الرئيسي. وده دليل على كده انك انت احسن وقت لعبته هو اخر 10 دقائق في الشوط الثاني، يعني اللي هو الوقت اللي المفروض بقى يبقى اللعيبه هناكت بدنيا يعني. أي. لكن انت كنت قادر يعني، وفي محاولات وفي عدد كثافه جوه ال 18 وفي فرص، حتى هم نفسهم لو قلنا ان الجو هو السبب الرئيسي الاولاني، طب ما هم نفسهم الشوط الثاني تحس ان رتم ادائهم صحيح، في حاجات بيعدوا بيها فرديه وفي شوط اتشطت على السده وفي انفراد الشناوي طلعه، ممكن يكون ولكن الجو اتظبط شويه الشوط الثاني مثلا مع نهايه المباراه، ماشي ممكن الشمس قلت شويه، ممكن ايا كان ممكن الشمس راحت خالص ممكن الشمس تكون راحت، ممكن تكون الدوافع بقى اللي هي زي ما قال الغيره دي بتاعت النادي الاهلي، ان انا النادي الاهلي ازاي اتغلب وبتاع، اديت بتدوس على نفسك على الاخر يعني، فاهم؟ فدي ممكن تكون برضو اديت الجزئيه دي، ان احنا النادي الاهلي ما نتغلبش خارج ملعبنا او جوه ملعبنا، ما نتغلبش في اي حته، بنحاول نكسب كل اللقاءات. الحاجه الثانيه اضاعه الفرص السهله. انت الشوط الاولاني في فرصتين سهلين جدا تقدر تجيبهم اجوان، واحده الكهرباء وواحده لبواليا للسلام. الشوط الثاني في فرصتين ثلاثه تقدر تجيبهم اجوان، يعني كود الشريف عملها كويس بس الحارس طلعها صراحه باقتدار، اللي هي مروان اشترك. بص يا كابتن، دي بتاعت دي فرصه كهربا اللي في البدايه، دي راحت لكهربا، هو خدها صح، لانه هي نكمل هي نطاله وطبيعي ان يشوط، بس هي عليت منه شويه. هي اللي عملها بص يا كابتن، أيوة. واحده على طول، ايوه هي دي، تحرك هايل من كهربا طبعا، ورؤيه كويسه جدا من اجاييه. اجاييه اتلعبت له في الحته الفاضيه، هو خدها كان لازم، بس هي تتشاط ايمن، بس هو هي عليت منه سن بالظبط، يعني هو كهربا كمان بالذات، يعني عارف في لعيبه تانية ممكن اقول لك ايه بيعملها اي كلام وخلاص، لكن كهربا ليه اهداف وليه مواقف، انه بيعرف يلطش على طول. فهي كانت بتنط ومريحه يعني، يعني هي شكلها لازم يعني مغري ان هي تتشاط، بس هي عليت منه شويه، دي بقى فيها عدم توفيق. ممكن نكملها، اتعملت كويس، اتعملت كويس قوي من اجاييه ونطت وهو شايط، يعني طبيعي ان المهاجم هيفكر في كده يعني، لكن هي عليت فوق العارضه هارد لك دي. لكن في كور ثانيه الشوط الثاني مثلا، ايمن اشرف اول ما نزل عدى وعمل واحده لديانج، بس طبعا ديانج مش متمكن في دماغه، كانت سهله جدا، ما فيش حد حتى الباك الليفت او الشمال مش مغطي. واحده ثانيه لشريف، بس قلنا حطها كويس يعني، كويس. انا اقصد الشكل الشوط الثاني تحسن كتيرا في الحته دي بالذات في الفتره الاخيره، بس انا قلت اضاعه فرص. الحاجه الثانيه اللي انا شايف ان هي برضو التأخير اتغير شوية، التغيير اتأخر شوية يعني. أولا هنتكلم عليها، هنتكلم عليها ساعتها إن شاء الله. يعني دي يعني أنا بقول أكتر حاجتين فرقوا، عدم الضغط الشوط الأولاني وديت مساحة إنك فرقة صح. والحاجة التانية إضاعة الفرص السهلة، إنك أنت كان في فرص تقدر تخلص فيها. ثالث حاجة التغييرات اتأخرت شوية بالنسبة للمهاجمين شريف ومروان، لان في فتره كان احنا مغلوبين كده كده وشكلنا قربنا صح، بس هي اتاخرت شويه، وهم كمان كان ادائهم قل. صحيح.